قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة عاصمة مقدشو إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أي كقابلي حفيز كيسة قوس دنير أه أو قريقو ده سيحوغاه لوغة دمعا إن لوغة سارو قوس كان أي كعبان أي تكريفال أي أغيستين شخصية دونية إن أي سيشار عدر أه للكودة أولو وريغان قدومي يريسو أو دغيستي عبشاد قوس كان أي أحاقي جيه إن قريقو ده آن عدن حوغ أغا ساري كارين ونبالان قادة إن لوغة يعتر أي قريقو ده أو مامولكو قبل كبنادر أمنيقو ده سوغيو دوق عاصمة ده أي حير إلى أن تقرن كوجود بيه شخصيات كلجو أيدي إن أي جردل أوجيستين قويس كأيو هنجباد سلهر جيو محكمة ده قبل كبنادر شرعي جنا لالتيك سدوا شخصيات كاسيل لسو أيدي قدوميها أي وح أولان تدم ببارز تبوليس كصوماليات CID كور جليه إن أي بارتان كسميان وحيلا ده نفاد أيو هنتيادد اللوجيست قويس كاني شرعي جنا لهر كينو رمان إدي كل جيلتا تبشوين كأي شيء جنا يان sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu faray maamulka degmada Xamarweyne in ay sugaan amniga qoyskan muddo uu baaritaanka socdo maadaama ay soo gudbiyeen jirdil iyo handadaad hore loogu geystay duqa caasimada ayaa xaqiijiyay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'antahay ilaalinta sharciga iyo cadaaladda bulshada lagana hortago cid waliba oo doonaysa in ay ku xadgudubto hantida muwaadiniinta